ولنقاش الملف اللبناني ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية مصطفى العويك. أهلا بكم أستاذ مصطفى. أهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم. أستاذ مصطفى، كيف برأيكم ستنعكس تداعيات نفاد الوقود في لبنان على المنشآت الحيوية بعد إعلان وزارة الطاقة بأنها ستتوقف عن تسليم الوقود بعد نفاد المخزون في منشآتها؟ وهل لبنان يقبل على كارثة انهيار تام؟ نعم سيدتي، بالفعل نحن يعني لن نقبل على كارثة. نحن في الأصل في كارثة كبرى، نحن في انهيار كبير يفقد فيه اللبناني أي مقومات للعيش أو للحياة حتى ولو بالحد الأدنى من الظروف الممكنة. وانطلاقا من هنا بالإجابة على السؤال الذي تفضلت به، نعم لبنان مهدد أولا بالعتمة الشاملة والتامة والكاملة بعد حوالي الأسبوع لنفاذ مادة الفيول أويل والمازوت والبنزين أيضا، نظرا للتخبط الكبير الذي يتحكم بسلوك الدولة والحكومة اللبنانية في التعاطي مع هذا الملف. فيما يخص مادة المازوت مثلا، يبدو أننا أمام يومين أو مطلع الأسبوع القادم ونكون أمام فقدان تام لهذه المادة. أضف إلى ذلك أن مادة البنزين على سبيل المثال من هنا حتى الثالث من آب القادم ربما لن نجد أيضا بنزين في مادة البنزين في لبنان. كهربائيا الوضع أيضا مشابه، ولكن يسجل نقطة هنا أن اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام في لبنان سيغادر غدا إلى العراق لتسريع موضوع البث بالعقد الذي بموجبه سيرسل العراق إلى لبنان العديد من أصناف النفط، ولكن هذا النفط هو غير مطابق لمواصفات معامل الفيول في لبنان التي تنتج الكهرباء، وبالتالي سيصار إلى تغييرها في العراق أو عملية استبدالها وإرسالها. ولكن هذا الأمر للأسف يعني سيتطلب من الناحية التقنية حوالي الشهر حتى تصل هذه الكميات إلى لبنان، ولكن منذ الآن وحتى هذا تحقق هذا الموعد سيكون لبنان للأسف يعني غارقا بعتمة كبيرة. في هذا السياق أستاذ مصطفى، بالحديث عن أزمة الكهرباء، هنالك أزمة أخرى تتعلق بعدم توفر مادة الخبز. بإعلان اتحاد المخابز والأفران أنه سيتم وقف إنتاج الخبز ابتداء من الاثنين المقبل، ما مدى خطورة توقف الخبز في الأفران اللبنانية، وكيف سيواجه اللبنانيون هذا الأمر؟ نعم سيدتي، لذلك قلت لك أننا نحن في لبنان في عمق الكارثة، في عمق الانهيار. بطبيعة الحال عندما لا يكون هناك مادة المازوت تكون غير متوفرة، وبالتالي كل المعامل الأفران التي تعمل مكاناتها وآلاتها تعمل على مادة المازوت سوف تتوقف عن الدوران، حركتها لن تكون كالسابق، وبالتالي سنقف أمام أزمة جديدة مرتبطة بموضوع الرغيف، حيث سيفقد اللبناني للأسف الشديد رغيف الخبز. مع الإشارة إلى أن ربطة الخبز اليوم تسجل سعر تقريبا 6000 ليرة بعد أن كانت ما قبل الأزمة لا تتعدى 500 ليرة أو 750 ليرة لبنانية. بطبيعة الحال نحن قادمون على أيام سوداء مظلمة في لبنان للأسف الشديد، وعلى اللبناني يعني أن يصبر، على اللبناني أن يعزز من مقومات صموده، لا يمكننا أن نقول أكثر من ذلك، لأن الوضع الذي نحن فيه يحتاج إلى علاجات بالسياسة، علاجات بالسياسة على المستوى الكبير وليس على المستوى الصغير، ولن تنفع معه أصلا يعني عملية يعني المضادات الحيوية إذا صح القول أو العلاجات الموضوعية، وإنما يحتاج إلى علاج أساسي، علاج كبير في السياسة، وهذا سيكون يعني يتطلب سنوات كبيرة
ويتطلب إرادة جيدة وإرادة قائمة بالفعل على خدمة الناس وليس على نهب الناس كما جرى في السنوات المقبلة. هذا النقص الحاد المسجل في الوقود لتوليد الطاقة من المعامل الحكومية ليس جديدا مثلما تفضلتم، كيف يفسر عدم تحرك الحكومة وعدم تحركها المبكر لتفادي هذه الأزمة اليوم؟ يا سيدتي، الحكومة في لبنان فعليا هي غير موجودة على الإطلاق، هي موجودة فقط في الشكل، أما فعليا فهي غير موجودة إطلاقا، لا بقراراتها ولا بتعاميمها ولا بلجان الرقابة ولا بأي شيء إطلاقا. وإنما ما يلتهي به أهل السياسة في لبنان اليوم هو تشكيل الحكومة الجديدة، كيف سيصار إلى توزيع الخطط. يعني لبنان الذي يرزح تحت أعظم أزمة اقتصادية مرت به منذ أن تأسس حتى اليوم يبتلى بمجموعة من السياسيين اليوم، بدل أن يفكروا أن يبحثوا بكيفية إخراج الناس من الأزمة يبحثون في كيفية إضافة وزير من هنا لهم أو وزير من هناك، وكيف يجب أن يأخذوا هذه الحقيبة أو تلك الحقيبة الوزارية تمهيدا للانتخابات التي ستكون في العام المقبل. وبالتالي نحن أمام سلطة شكلية فقط، ولكن ليس لها أي مفعول لا في السياسة لا في الاقتصاد لا في الاجتماع، ولو كان لها أي مفعول لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولا ما كانت الناس ماتت أصلا على أبواب المستشفيات بانقطاع المواد الأساسية في العمليات وما غيره، ما كانت ماتت على أبواب الصيدليات أو ما كانت ماتت في منزلها بسبب نقص الأكسجين نظرا لانقطاع الكهرباء وانقطاع المولدات التي كانت تشكل تعويضا نوعيا عن الكهرباء التي يعني تأتي من قبل الدولة اللبنانية. إلى أي مدى ستغير الرسالة الفرنسية للنخبة السياسية في لبنان، ستغير مسار هذه الأزمة وتؤدي إلى تحرك الأوضاع قليلا؟ والله أنا أعتقد يعني عزيزتي أن في هذا الموضوع ليس هناك من تغيرات على الإطلاق في القريب العاجل، لأننا أمام سلطة في لبنان للأسف يعني ماذا يمكن أن يقال فيها سوى أنها تجدرنت، بمعنى أنها أصبحت كالجدار السميك الذي لا يمكن أن يخرق، وهذا ما تلمسه الفرنسي وهذا ما تلمسه الألماني والبريطاني وكل من حاول أو فكر أن يساعد لبنان على الخروج من هذه الأزمة التي يعيشها. عندما تأتي فرنسا كدولة عظمى وتمد يدها للبنان وتقدم مبادرة ويأتي رئيس جمهوريتها مرتين إلى لبنان في خلال أسبوعين ويقول لجميع من أهل السلطة بأننا نعم موافقون على هذه المبادرة، ومن ثم عندما يذهب الرئيس ماكرون إلى باريس يعود كل منهم إلى طائفته ويعود كل منهم إلى حزبه وإلى مطالبه بالحصص الوزارية وما إلى ذلك، فماذا يمكن أن يقال؟ هلا طبعا نحن اليوم أمام حراك سياسي جديد في لبنان، الاثنين القادم هو موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد معها الرئيس ميشيل عون بعد ويبدو أن الأمور متجهة حتى نحو تسمية الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة السابق، طبعا بالاتفاق مع الرئيس سعد الحريري والاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير وليد جنبلاط وحزب النوع. ولكن يبدو أن العهد حتى الآن، عندما نقول العهد أي حزب الرئيس الجمهورية، لديه بعض الشروط، وأعتقد أن هذه الشروط سيكون لديها في المقابل شروط سيعمل على وضعها الرئيس المشتمل للتكليف نجيب ميقاتي. لذا لا أعتقد أن التأليف سيكون سريعا وإن كان هناك إمكانية للتكليف يوم الاثنين المقبل، ولكن هذا التكليف أو هذا التأليف لن يخرج لبنان من الأزمة التي يعيش، سيحاول إجراء بعض التصليحات، سيحاول إجراء بعض الترميمات، ولكن المشكلة في لبنان كبيرة جدا عميقة جدا تحتاج إلى نفس مغاير في طريقة العمل وإلى شخصيات جدد
يمكنهم أن ينقذوا لبنان واللبنانيين من شكرا أن يرجع. جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية مصطفى العويك، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت.